كات زون 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 اونتري في الديتا بلا ما ندخلوا في التفاصيل. عندنا كاين عرب عندنا انتديكسيون من ثلاثه او اربعه قضايا، والحمد لله اليوم يعني فرات ان شاء الله. لي سويف تراحوا، اخر سويف راح يروحنا لحد ان شاء الله، دونك راح يرفع الانترديكسيون ان شاء الله عن قريب. ما يعنيش بالضروره ان الاجراءات الركيتمون ما مشات بوتيتر راح يكون عندنا مشكل في لا غالب، يعني ما كناش حابين نوصل للامر هذا في لا كاليفيكاسيون دي جوار بور الماتش الجاي تاع الشامبيونز ليغ. يعني الماتش الجاي بوتيتر لي نوفو جوار اون بو با لي كاليفي، مي ربما حنطلبوا نقدموا طلب يعني باش يعاودوا يمدوا لنا الاجل، مالغري واه صعيبه باش تكون الامر هذا. مي حنا ناكدوا باللي راح نلعبوا باللاعبين تاعنا، راح نلعبوا باللاعبين تاعنا هادو. اليوم الاول اللي جينا فيه واللي كنا فيه، سواء حكيت معنا يعني كرئيس مجلس الاداره ولا حكى مصيب الحبيب كمدير العام، حكينا على ترشيد النفقات، ما حكيناش على تسقيف الاجور. فرق واحد يقول سقف الاجور، ما كانش ان اورغانيزم ولا قانون يقول سقف الاجور، حتى في الاتحاديه ولا في العقود ما كانش حاجه تقول سقف الاجور. كاين ترشيد النفقات. ترشيد النفقات اليوم اوليو حنا نصرف انا حاجه هذه تسوى 50,000 نصرف عليها انايا 500,000، لا ما تصلحش. كاين ترشيد النفقات، ولكن نقولها وناكدها، حنا الاستقدامات تاعنا راح نكونوا سونو البيزون سونو المارشي، مانيش حنبخلو وما نبخلوش في الاستقدامات. اذا كان جوار يميريت تال سالير اون سونغاج. الميزانيه الحمد لله كاينه، واكد لي يعني با بلوس ديار يعني المدير العام اكد لي اي يعني نقص راح يكون في الفريق الابر راهي هنايا.